These were people that, and they were beautiful people, they were eloquent people, they were very well educated, they knew the deen, and they were pious people. So the people gathered around them. I mean, Habib Ali Jifri is a good example of that. Sha'biya, that's amazing. I mean, I was with him. We were in San Jose in the airport. This is a true story. There were several people with us, Basad al-Dayani and some other people. And there was some Mexican people, you know, who knows, illegals or, but they couldn't speak English. But they were sweeping, you know, working in the airport, sweeping. And we came in, Habib Ali, we were taking him to the plane. And they saw Habib Ali. And they literally, like these three Mexicans, just like, and they put down their thing. And they came and they kneeled. I swear to God, I saw this with my own eyes. They kneeled and went down on their knees and said, por favor, es posible ora por nosotros, you know, could he please pray for us? قالوا أنا بعض الصالحين عبد الله في صومعته عبادة قوية كبيرة من بني إسرائيل وكان مجتهد الليل هو النهار ونظر جبريل عليه السلام فوجد الرجل شقيا في اللوح المحفوظ فاستأذن من الله بعد أن تعجب من هذا الأمر أن يخبر الرجل فأذن له الله فنزل وقال يا فلان إني وجدتك أني جبريل فرد عليه السلام قال إني وجدت اسمك في اللوح المحفوظ فلان ابن فلان شقي فأحببت أن أخبرك ما دمت شقي ستذهب إلى النار تمتع قليل في الدنيا بدل أن تضيع حياتك فقال الحمد لله على ذلك إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعاد إلى عبادته لم ينقص مما سبق شيئا تعجب جبريل أكثر نزل قال أنا قلت لك أنك شقي قال نعم إنا لله وإنا إليه راجعون لله المراد فما لك لازلت في عبادتك وإعراضك عن الدنيا وعدم التمتع بها قال يا هذا خلقني وأمرني بعبادته ولم يوكل إلي أكون شقيا أو سعيدا مهمتي أن أعبد والأمر إليه بعد ذلك فازداد تعجب جبريل وصعد فوجد في اللوح المحفوظ سعيد 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 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب سبحان الله أن ينكر وصلك من مدد مدى مدد مدى مدد مدى مدد 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 يا مولانا يا حسين مدد يا مولانا يا حسين الله هل الله بس ملكه محصور في الكون هذا اللي احنا نعرفه في الدنيا والآخرة بس وكمل يعني تصريف الكون إذن محصور في الدنيا يعني الدنيا والآخرة كلها الكون هذا اللي نعرفه كله هل هو كل ملك الله؟ لا لا أنا أقول على التصريف الولي تصريف الولي حتى في الآخرة حتى في الآخرة حتى في الجنة وفي النار لو 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 ربي جعل ولي يدخل اللي يبغاه الجنة نعم نعم أقولها بعزة المؤمن ماذا أبقيت لله تعالى أما قال الله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.